النادي الفيصلي كان من أول الأندية في المنطقة العربية التي تنادي وتطلب بمقاطعة بضائع الاحتلال. قصتنا اليوم من المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتحديد في فترة ما بين في بدايات القرن العشرين، ما بين عام 1919 لعام 1927. في هاي الفترة وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى، الاستعمار الفرنسي والإنجليزي قام بتقسيم بلاد الشام. هنا يظهر شخصين مهم جدا نتذكرهم، ناظم قاسم ورياض الجقة. هذول الشخصين بأسسوا جمعية كشفية، لاحقا هاي الجمعية الكشفية سوف تصبح المصدر الرئيسي المزعج للاحتلال الإنجليزي، اسمها كشافة الفيصلي. النشيد الخاص في تلك الفترة لي هاي الجمعية الكشفية: ساعدي قد نما والعز ثائر، أملي مشرق باسم، ربنا آتنا النصر الذي وعدتنا. فلك أن تتخيل الحالة الوطنية للجيل في تلك الفترة الذي كان منتسب للجمعية الكشفية، والحالة الوطنية التي ينادي بها أو تنادي بها هذه الجمعية الكشفية. فكان يجي فنانين، يجي كتاب، يجي رياضيين ينتسبوا لهذه الجمعية الكشفية. من هاي الجمعية الكشفية صار يطلع أصوات مناهضة للاحتلال الإنجليزي وتقاوم الاحتلال الإنجليزي. في عام 1936 انطلقت ثورة القسام في فلسطين. مجموعة كشافة الفيصلي قررت بدورها أن تشارك في ثورة القسام في فلسطين، فذهبوا إلى هناك، فمنهم من استشهد في مجابهة المستعمر الإنجليزي، ومنهم من شكل إضراب شامل في عمان نصرة للقضية الفلسطينية، وشاركوا ككتلة واحدة في مؤتمر أم العمد لنصرة فلسطين. هنا المستعمر الإنجليزي ضاق ذرعا بهذه المجموعة الكشفية، فقام بحرق مقر النادي وألغى هذه المجموعة الكشفية. ممنوع أي واحد منتسب لهذه المجموعة الكشفية، يجب أن يلاحق، منع أن يمارس أي نشاط على الأرض. وكان يعني أي شخص ينتسب لكشافة الفيصلي فهو مطلوب رقم واحد للاستعمار الإنجليزي. في نهاية الثلاثينيات ومع تقلص الاستعمار البريطاني، تم تغيير اسم المجموعة الكشفية إلى النادي الفيصلي، ومن وقتها إلى اليوم الباقي تاريخ. ولكن في معلومة كذلك مهمة: في عام 1947 النادي الفيصلي كان من أول الأندية في المنطقة العربية التي تنادي وتطلب بمقاطعة بضائع الاحتلال. هذه القصة هذه مهمة للأجيال القادمة ومهمة للمتابع الأردني، بأن يجب عليك أن تعتز بأنديتك التي قاومت الاستعمار، صح، وكان لها دور كبير في توعية الشبابية، وكان لها دور وطني كبير، ومنهم من استشهد وهو يدافع ضمن أطر رياضية ولربما ثقافية مجموعة كشفية. لاحقا هذه المجموعة الكشفية صدر منها نادي يمثل شعار ما، هذا الشعار له حالة وطنية إلى اليوم يفتخر مشجعوه بأنهم حاربوا الاستعمار الإنجليزي.